السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت لكم بمشترياتي اللي خديت اليوم من دي اكس ان هنا في ايطاليا، موزع في ايطاليا. اليوم نوريكم اللي خديت، هذه اول تجربة ليا. الو، غنبدا باول مكون اللي خصنا نستعمله هي سبيرولين. سبيرولين حنا كيقول لها هنايا في ايطاليا سبيرولينا، رائعه بزاف. يعني اللي عنده فقر الدم، اللي عنده نقص في فيتامين دي، اللي عنده تساقط الشعر، يعني رائعه رائعه رائعه. يعني انا جربتها دابا، جربتها شحال دابا، بديتها في الاول تاع شهر 12. من الاسبوع الاول كتبان النتيجه ديالها، من الاسبوع الاول كتبان النتيجه ديالها. يعني بصراحه بصراحه اللي عنده القابط، اللي عنده يعني كتقوي المناعه، كتعطيك ديك الطاقه، يعني غنيه غنيه بالبروتينات والفيتامينات اللي خاص غير فيتامين سي. ثاني مكون هو هاد الصابونه. هذه انا هاد الصابونه يلاه يعني جبتها، يلاه خديتها. مني غنستعملها غنقول لكم النتيجه ديالها. يعني اللي عنده مشاكل ديال البشره، المهم هي يعني مكونات طبيعيه. هذا سينيال، هذا سينيال المعجون في الاسنان، ولكن معجون الاسنان يعني اللي عنده مشاكل في اللثه، اللي عنده رائحه الفم، يعني رائع كيعاودوا عليه. انا باقي ما جربتوش بصراحه، انا باقي ما جربتش، غير بغيت نشارك معاكم مشترياتي. هذا كيديروه حتى للبشره، ممكن تخلطيه تغسلي بالصابونه وتغسلي به هوايه. ريحته زوينه. هذا معجون الاسنان. هذا الزيت ديال جانو. هذا الزيت ديال جانو ممكن تعالجي به الشعر ديالك، تعالجي به البشره الجافه، تعالجي به الالام المفاصل والروماتيزم. زوين زوين، يعني عنده تا هو بزاف الاستعمالات. غير هي قبل ما نستعملوه خاصنا نحركوا العبوه مزيان باش تندمج هذيك المواد الطبيعيه اللي مديره فيه. هذا سميتو زيت جانو، هذا تا هو رائع. هذا بالنسبه، هذا الشوكولات كوكوزي، هذا خديته على قبل ولادي ضعاف وما كياكلوش ليا مزيان، فغنستعملو تا هويا. المهم دابا هادو هما المواد اللي خديت اليوم من دي اكس ان، هادو هما المواد اللي خديت وغنجربهم وغنقول لكم كيفاش لقيت هاد المنتوجات. هادي كانت منتوجات مزيانه، غنقول لكم راه مزيانه. كانت منتوجات اللي ماشي مزيانه، راني غنقول لكم مزيانه، راني راه ما مزياناش، اولا يعني على الاقل راه عرفتوا اي منتوج خاصو على الاقل واحد الشهر حتى لثلاث شهور عاد كتبدا تبان النتيجه ديالو. هادشي هاد المنتوجات هادي قالوا لي تبدا تبان في الاسبوع الاول، وغنستعملهم وغنرد عليكم الخبر ان شاء الله. كنتمنى انهم يوافقوني ونشارك معاكم. هذا هو كوكوزي، هذا ديال الشوكولات، شو غني بالبروتينات يعني غني بالفيتامينات. هذه صابونه ديال الوجه، هذا كيف ما قلت لكم زيت جانو اللي كي لجميع الاستعمالات، بزاف تاع الاستعمالات. وهذا بالنسبه للمعجون الاسنان. بالنسبه للسبيرولينا، انا يا سبيرولينا خديتها بصراحه خديتها من البارافارماسي. هي هذه سبيرولين، المره الجايه ان شاء الله غناخذها من دي اكس ان، لانني كنت فايت يعني خديتها من البارافارماسي، ولكن المره الجايه ان شاء الله غناخذها من دي اكس ان. صافي، هذو هما المنتجات اللي خديت
اليوم من غير السبيرولين. السبيرولين جا كان نستعملها في يعني تقريبا 20 يوم هذه باش كنستعملها، وعطاتني فعلا عطاتني النتائج ديالها، وليت كنمشي يعني بطريقة كيف نقوله يعني يوميا للحمام أعزكم الله. ف يعني لاسبيرولين جربوها اكيد ما غتندموش عليها. لا كاع المواد الطبيعيه ما غتندموش عليها، لانها لا منفعتكمش ما غتضركمش. صافي هذا هو الفيديو ديالي، شاركت معكم المنتوجات اللي خديت من دي اكس ان. نتمنى انكم نتوما تزعموا وتجربوا، وكنتمنى لكم الصحه والسلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.